بنجدد التحيه والترحيب مره ثانيه بكل حضراتكم من موقعي هذا من قلب علبه الحلويات المشكله اللي انا وقعت في وسطها. يعني احنا من خلال هذه الفقره احنا عاده بنستضيف فنان، لكن النهارده الوضع مختلف، احنا بنستضيف كونتينر مواهب بالمعنى الحرفي. معنا دانا حمدان، صباح الفل عليك ومنورانا. صباح الفل عليكم بجد، ميرسي جدا انتوا دعيتوني ان انا ابقى معاكم. مبسوطه جدا. طبعا انا عايزه اقول ان انتوا اصحابي، فانا مش عارفه اتكلم معاكم ازاي بشكل رسمي بصراحه. يعني صباح الخير طبعا في البدايه ده انا، ويمكن قبل الهوا ده كان الحوار فعلا اللي داري بتقولي نواند احنا هنعمل حوار ازاي، قلت لها هنحاول نرسم بالشكل الرسمي. انا معاكم يعني احنا طبعا اصدقاء من سنين، يعني مش هي بس، هي ومايس، فهي عيله فنيه كامله. ان شاء الله مايس هتكون معانا برضو في يوم باذن الله. مايس وهي ومي، وايه حكايه الجينات الفن اللي في الاسره دي؟ والله ماما مامي صوتها حلو، فمايس ومي خدوا الصوت الحلو منها. بتحب الفن جدا جدا، يعني انا عايزه اقول لك انه مامي بتتابع الفن والفنانين، وتعرف اسامي كل المخرجين والافلام والممثلين وتفاصيلهم وكل اللي بيحصل اكتر مننا احنا. فحتى انا لما في حاجه مثلا مش عارفاها والله العظيم بروح بسالها، بقول لها طب ايه اللي حصل، مين عمل ايه جديد كذا، اول ما حاجه جديده بتنزل بتقولي طب شفتي مش عارفه ايه. فهي عندها اهتمام كبير جدا في الفن، وهي اللي زرعت فينا ده، محبه للحياه، فده برضو طلع في شخصيتنا. متهيألي انتوا شايفين طبعا ميس ومي عاملين ازاي. وعندنا طبعا داليا، هي صحيح مش في الفن بس برضو ذواقه جدا للفن. واخويا دايما اقول له انت لازم تبقى تهرب. تهرب ازاي داليا معناها احلى واحده فينا. اه والله، لا باي فار، يعني هي فعلا احلى واحده فينا ما شاء الله. متجوزت وعيالها والبيت. أوكي. وهي طول عمرها يعني تحب فكره العيله يعني الاسره، فما دخلتش المجال الفني. بس عندي كمان اخويا دايما برضو محب جدا للفن، دايما اقول له انت في يوم من الايام لازم تشد بقى الدخل، يعني تصرف علينا شويه. لا مش يمثل، عايزين ينتج بقى. لو طلع هي رسمة على الامور ظبطت تنتج لنا بقى، لانه فعلا فعلا برضو بيحب الفن. فالحمد لله يعني خدنا الموضوع ده كله من مامي. طب ده انا انتوا بدايه، او انت خليني اتكلم عنك تحديدا، انت كنت عايشه في دبي صح كده، وابتديتي هناك مذيعه. وابتديت مذيعه، وكل الموضوع جه معايا بالصدفه، بالرغم ان انا اكتر واحده كان حلمي ان انا ادخل الفن. وسلمت الرايه لمي سمي وهما صغيرين، طبعا اكيد انتوا عارفين ان ابتدوا في الاعلانات وفي الفيديو كليبس وكده. وبعد كده انا سبت مصر ورحت دبي، وحاولت كتير، حاولت كتير جدا جدا جدا، بس ما كانش ليا النصيب. وقلت خلاص يا بنتي مالكيش نصيب، تبقي انت في. طب انت اصلا ليه خدتي الخطوه دي وقتها؟ ليه نقلت دبي؟ قلت خلاص عايزه اروح ابتدي حياه عمليه، يعني عايزه انقل عشان ابتدي حياه عمليه، اشتغل واشوف انا عايزه اعمل ايه في حياتي. فروحت هناك، وبعد كده جه اخويا نقل معايا، فبقيت انا واخويا هناك. وبعد كده داليا جت معانا، فبقيت انا يعني خدت نص العيله هناك. ومي وميس فضلوا هنا عشان كانوا خلاص بقى ابتدوا في المجال الفني. وما كانش ليا نصيب، كل ما اجي احاول ده في مصر يا دانا. يعني حاولتي المحاولات دي في مصر؟ حاولت محاولات بسيطه في مصر عشان ابقى صريحه، مش كتير. وبعد كده سبت ورحت دبي، وحاولت وانا في دبي كذا مره ما عرفتش، لغايه ما سبت الكوربريت وورلد ورحت طلعت ايطاليا ودرست في ايطاليا. لو في وقت احكي لكم حكايه صغيره، لان دي ممكن تبقى ملهمه لناس كتير قوي، يمكن لان كتير بيسالوني انه ده احنا حابين نمثل. لو انت فعلا مؤمن انك عايز تعمل حاجه هتحصل. صح. احنا كنا رايحين اجازه في جوا في الهند، وكانت الفكره بتاعت، بس انا مش عايزه حد يفهم القصه اللي هحكيها دي غلط، بس هي حقيقيه، يعني ده فعلا اللي حصل. وكانت الثيم بتاع حفله النيو يير الفوركاست التبصير، يعني وانت عارف الهند معروفين جدا في الموضوع ده. فكانوا عاملين بوتس كده، ناس بالكروت، ناس بالكف، ناس بالمش عارفه ايه. المهم انا قلت لصاحبتي تعالي بهرج معاك، بقول لها تعالي شوف ما اشوف بختنا بقى هيودينا على فين. فشفت بوث منهم وقلت لهم انا مش هتحرك من عندي ده، بالرغم انه كان في زحمه كبيره جدا. يعني قلت لهم يا دي يا اما ما فيش. فوقفت عندها، وفعلا كانت هي الفكره انك بتديها كارت بايدك الشمال وهي تقراه. قالت لي انت عايز تعرفي عن ايه؟ قلت لها هل اللي انا بحلم بيه في يوم من الايام هيتحقق؟ قالت لي اه، بس انت لازم تروحي تدرسي عشان يتحقق. فانا طبعا قعدت اضحك، قلت لها امي يا بنتي نمشي عشان انا مش هدرس، انا مش عارفه انا اصلا خلصت الجامعه ازاي. وراحت الحكايه، وفعلا ما عداش سنه وانا قررت ان انا استقيل من شغلي ورحت درست في ايطاليا. ورجعت من ايطاليا وبالصدفه قدمت على وظيفه في
تلفزيون دبي وقتها. انت درستي اعلام ولا فن؟ لا انا درست مش فاشن ديزاين، لان ناس كتير قوي بيقولوا ده انا فاشن ديزاينر. لا انا درست ستايلنج اند كوستيم ديزاين، اللي هو بيعمل ديزاين للكوستيمز اللي مثلا بتاعت المسرح او فتره زمنيه، حاجه مثلا زي فوازير. بس رحت قدمت على وظيفه عاديه جدا، شافني حد اللي هي مدام ميمي، لو طبعا هي في دبي دلوقتي، لو شافتني اقول لها انت سبب اللي انا فيه دلوقتي، وقالت لي انت ما ينفعش تبقي ورا الكاميرا، انت لازم تبقي قدام الكاميرا. صح. وكانت البدايه وكان اول برنامج ليا. فسبحان الله، هي لما بيبقى ليها وقتها بتحصل، بس الواحد مش المفروض يفقد الامل، ان هو يعني لان انا جربت كتير وفي نفس القناه وفي قنوات تانية وما كانش ليا نصيب يعني. بس ما شاء الله انت لما ابتديتي هنا بقى يعني وجيتي مصر وخدتي اول خطواتك في التمثيل، يعني انت من الناس يا دانا اللي فعلا خطوات سريعه وناجحه، يعني في ناس قعدت سنين طويله عشان توصل للليفل ده، فده معناه انك برضو عندك الموهبه، بس كانت عايزه فرصه. يمكن كنت محظوظه في اول حاجه عملتها مع الاستاذ الكبير عادل امام، فدي الخطوه دي لوحدها اختصرت لي سنين. صح. فالحمد لله انه كان ليا النصيب، وبرده جت بالصدفه ان هما كانوا عايزين حد بيتكلم لبناني، فحد رشحني للدور، واستاذ عادل قالوا له، طبعا انا وقتها كنا بنعمل انا ومي سمي البرنامج اللي كنا بنعمله مع بعض، فشافني وقال لهم اه هي تنفع للدور، ورحت عملت اوديشن على فكره عادي جدا زي اي حد، وكان ليا نصيب في الدور والحمد لله. دي كانت البدايه، فدي لوحدها حطتني على اول الطريق، انه طبعا مسلسلات الاستاذ عادل متشافه بشكل فظيع، فالحمد لله كانت بدايه موفقه. يعني فكره ان الواحد يبقى متعدد المواهب، هي المفروض ان دي ميزه فظيعه مش موجوده طبعاً عند كل الناس. طبعا بس دايما بنلاحظ ان الفنانين اللي عندهم النوع ده من الفنون المختلفه جواهم واللي بيوجدوهم بيوجدوا كل واحده فيهم على حده، بتحسيهم دايما متاخرين عن غيرهم. اشمعنى؟ اقول لك بامانه، محدش هيزعل. لا لا قولي. ما بيبقاش منهم للاسف، احيانا بيتقال لهم انك انت توهت نفسك، اصلك انت مش عارفه انت عايزه تعملي ايه، هو انت عايزه تمثلي ولا انت عايزه تغني ولا انت عايزه تقلدي ولا انت كذا ولا انت كذا. والله يمكن مش انا، يعني انا اقول لك يمكن اللي اكتر مني ميس، يعني ميس فعلا 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 ما شاء الله عليها موهوبه في الحته دي. يعني انا دايما كنت اشوف ميس دي يعني الايدل، لانها تقدم فوازير، لانها بترقص وبتغني وصوت حلو قوي وبتمثل حلو. ففي في في اشخاص مثلا يعني زي ميس عندهم كذا موهبه، انا مثلا ما بغنيش، يعني ما عنديش موهبه الغنى، لكن عندي مثلا موهبه التقديم، الفاشن ده بيساعدني في ان انا بركب الشخصيات، التمثيل اللي هو عشق الاول والاخير، دي يعني ده فاشن وحب مش ممكن اوصفه. يعني انت بتحبي الناس القديمه كمان اللي هي الابيض واسود فتره؟ انا بحب السبعينات جدا. انا اكتر فتره بحبها اللي بيتابع ده انا عارف هي بتقعد تعمل تيك توك وفيديوهات وحاجات كده كلها. الفوتوسيشنز بتاعتها كتير منها بتاعتها الوايت. الفوتوسيشنز بميل للفورتيز للاربعينات والخمسينات والفتره دي، بس في التمثيل والافلام انا عاشقه لفتره السبعينات والثمانينات، دي اكتر فتره بحبها بشكل مش طبيعي. يعني اكتر حاجه نفسك تحصل الفتره الجايه، وانت بقالك يعني سنين نقدر نقول لاعتبارات ولظروف مختلفه في تاخير حصل معاكي، والمفروض ان انت نظرا يعني لامكانياتك الشكليه وحتى امتلاكك ادواتك الفنيه من تمثيل من تقليد النوع ده من اجادتك للهجات كتير، فانت اتاخرتي. فكرك ايه اللي لو حصل الفتره الجايه هيعوضك وينسيكي اللي راح ده كله؟ حد يشوفني بره القالب. اي مفيش ايد بتسقف لوحدها. انا مهما كنت بني ادم يعني شخص تالنتد، لازم يبقى في حد مؤمن بيا، مؤمن بالتالنت بتاعي ده. طبعا. لازم حد يكون شايف انا ممكن اعمل ايه. يعني يمكن كنا لسه انا وانت بنتكلم على الفيديوهات اللي بعملها بتاعت التيك توك. التيك توك اداني فرصه، انا بالنسبه لي ابتدى تسليه وضحك، بس بعد كده حقيقه انا ابتديت اخده جديا، لانه ابتدى يديني فرصه ان انا اوري اللي قدامي ان انا ممكن اعمل اكتر من اللي انتوا شايفينه. انا ممكن اعمل شخصيه البنت الشعبيه، وممكن اعمل شخصيه راجل، وممكن اعمل شخصيه كوميديان، وممكن اعمل تراجيدي، وممكن وممكن وممكن. يمكن ما كانوش قبل كده شايفيني في كل ده، او يمكن مش متخيلين ان انا ممكن اعمل كل ده. فده اداني فرصه، فانا اللي انا محتاجاه
ومتهيألي أي فنان زيك وزي حتى نهواندي برضه يلا نهواندي أخش معانا بقى أمثلي، محتاج إنه حد يأمن بيه، حد يديه البوش إنه إحنا شايفين إن هي ممكن تعمل أكتر من المتوقع أو الكليشيه. وفي حاجة مهمة قوي كمان، صناعة النجم دي تالنت، يعني أنا دايما بقول يعني باللغة الإنجليزية scouting a talent is a talent، أنك تشوف الموهبة دي في حد ذاتها موهبة، صح. فدي مش عند أي حد، فلازم يكون الشخص شايف أبعد من المتعارف أو الشكل العام. طيب إحنا هنروح فاصل، بس إجابة السؤال يعني هسأله لك دلوقتي وهنجاوبه بعد عشان هو سؤال تقيل شوية. من وجهة نظرك يا دانا، ليه في ناس مش تالنتد خالص ها وفي ظرف سنة بتلاقيهم بقوا سوبر ستارز مع ان ما عندهمش التالنت؟ وليه في ناس تاني بقى؟ ده سؤال عميق. وليش ناس عندهم التالنت فعلا ولحد دلوقتي ما اخدوش حقهم؟ لان دي اعتقد يعني او ده تساؤل كتير جدا الناس نفسها تفهم. إجابة تمام منطقية. طيب. بصي بقى الحتة دي زي البرامج بعد يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. ابتدت تنهال علينا ترحيبات واسئله موجهه لضيفتنا الجميله دانا حمدان، ولكن قبل الفاصل نهواند كانت سالتها سؤال من الصنف العميق، يا ترى بقى الاجابه هتتعمل ازاي؟ حطيتني في كورنر مش سهل، بس انا عندي اجابه قبل ما ارد على على الجزئيه بتاعت ليه في اشخاص فجاه بتلاقيهم نجحوا بسرعه قوي بالرغم ان هم ما يمتلكوش الموهبه اللازمه، واشخاص ثانيه لا. أنا هتكلم في حتة أهم من ده كله، أنه للأسف في مواهب ما بتبقاش عارفة توصل لصانع القرار، لأنه إحنا في جاب، إحنا عندنا في جاب بين مثلا شركات الإنتاج، المخرج اللي هم دول اللي هم بيختاروا أو الكاستنج دايركتور والناس دي، وبين التالنتس اللي بيربط بينهم يا إما كاستنج ايجنسيز أو ناس بتاخد ورش أو مثلا حد معرفة شخصية، أو طبعا عندنا ممثلين طبعا المخرجين المعهد والمسرح، وده دول يعني ده كيس مختلف. التالنتس دول يعني أنا دايما لما بطلع لايف دايما مستحيل أطلع لايف إلا ناس كتير أو تبعت لي يا أستاذة دانا إحنا حابين نمثل بس مش عارفين نروح فين، طب نعمل إيه، طب نسوي إيه. من أهم الحاجات اللي إحنا محتاجينها برضو أنه يبقى في انتيتي أو معرفش بتتسمى إيه، شركة مؤسسة حاجة تربط بين التالنت وبين صانع القرار ده. الاوديشنز احنا مثلا حتى لما يبقى في اوديشنز لاعمال، الاوديشنز دي للاسف بيعلن عنها برضو من جوه الوسط، فبرضو التالنت البعيد ده مش هيعرف عنها حاجه، فلازم يبقى في حاجه بابليك للناس او المواهب دي اللي حابه تقدم، بعيدا بقى عن برامج المواهب والحاجات دي، طبعا دي بتبقى طريقه من الطرق، بس انا بتكلم تمثيليا في التمثيل تحديدا، والوشوش المعروفه مش بنتكلم على حد مبتدئ برضه. بالظبط، انه يبقى في يعني يبقى في مثلا يا اما ايجنسي تبقى مسؤوله الناس دي تروح تسجل فيها فتقدر ان هي توصل، او الاعلانات دي لما تتحط مثلا معرفش تتحط في جورنال، تتحط على ويب سايت معروف، فالمواهب دي كلها تعرف ان هي تروح تقدم، فبالتالي يبقى حتى على فكره انا مش بتكلم بس على المواهب، حتى المخرجين ساعات بيدوروا على تالنتس مش عارفين يوصلوا لهم، بيبقى عايز شكل معين، بيبقى عايز تالنت معين مش عارف يوصل له لانه بسبب الجاب ده، فدي ممكن تبقى وسيله او طريقه تقرب بين الاثنين. بالنسبه للجزئيه الثانيه اللي هتودينا في داهيه، فكره هتلفي وتدوري من غير ما تسلميها اجابه وافيه. بصي انا مش هرد عليكي غير بجمله واحده، ايوه حظ ولا فدان شطاره. ماشي، بس اجابه كويسه برضه. ده ردي برافو عليك، ده ردي الوحيد. طب نقرا بقى شويه لان الناس كتير بعتين، ده جزء بس عايز اقول لحضراتكم، ويمكن الكومنت الاولاني من هيثم محمد بيقول لك دانا حمدان انت جميله، انت فين من الساحه الفنيه؟ وده يمكن ده نفس السؤال شويه او مربوط شويه متكرر كتير. انت بتشجعي النادي الاهلي؟ لا اكيد بتشجع النادي الاهلي. بشجع النادي الاهلي. طبعا بشجع النادي الاهلي. وليه انا مش موجوده؟ لا انا مش مساله مش موجوده، انا بختار اللي انا عايزه اقدمه. يعني انا سهل جدا ان انا موجوده لو انا عايزه ابقى ده، بس انا مش من المدرسه دي اللي هو ازهر التواجد، يعني ان انا ابقى لانه في تواجد كتير
كتير بيأذيك أكتر ما يخدمك. فأنا أحب أبقى موجودة في الحاجة المناسبة ليا وحاجة الصح بس بمنتهى البساطة. دول برضو يعني. البنت اللي هي اللي مش مصرية أو الكلاس ولا حابة إيه الظهور يعني أنا المختلف؟ برضو من الحاجات اللي أخرتني أن أنا أول عشان أول ظهور ليا كان مع أستاذ عادل إمام في دور فتاة لبنانية. بقى كل اللي يجي لي ما يجيليش غير دور واحدة لبنانية. فكان لازم أقول لأ لفترة. مش عشان أنا ضد أن أنا أقدم ده، لأن بتكلم كل اللهجات، بتكلم سوري فلسطيني وأردني وسعودي، يعني أقدر أقدم ده. بس أنا كان عندي خوف أن أنا لو قلت آه هفضل بقى في القالب ده مش عارف أطلع منه، خاصة أنه تكرر. يعني لو جالي دور واحد بس بعدها كان أوكي، لك لأنه كل اللي بعده جي كده ابتديت اخاف ان لا وانا مش هيجي لي غدا، وانا كان نفسي فعلا اقدم حاجه مصري. ففضلت اقول لا لغايه ما جالي حاجه مصري. دلوقتي بقى لو ارجع تاني اقدم كاركتر يعني شخصيات بلهجات مختلفه ما عنديش مشكله. ففي حاجات ساعات غصب عنك برضو بتاخرك، يعني انت ساعات لازم تقول لا عشان توصل للحاجه الصح وبعد كده ترجع. بس لا دي عايزه قوه وعايزه اراده. يعني مش سهله، مش كل الناس يقدروا يقولوا لا في الوقت اللي لازم يتقال فيه. طبعا جدا. طيب من ضمن الناس اللي بيبعتوا لك سلاماتهم محمد ابو رسلان بيقول منوره قناه النادي الاهلي احسن برنامج اهلاوي. وراح بلا موعد ليه كده؟ اهلا وسهلا بك على قناه النادي الاهلي العظيم. سؤالي توقعك لنتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز. طبعا النهارده ده سؤال. الاهلي وبيراميدز يعني ده سؤال يعني ده سؤال يا اهلي طبعا يا سلام. احنا كده كده اتمنى لهم الفوز. احنا كده كده حاسمين يعني الدوري. هو بقى بتتكلم بقى على المركز الثاني يعني بيراميدز ولا الزمالك، بس احنا كده خلينا نركز احنا في الاهلي. احنا مركز اول فان شاء الله برضو نكسب ونقول 2-0. اتمنى وشي بقى يبقى حلو عليهم ان شاء الله. اتمنى ان وشي يبقى حلو عليهم. محمد كراز بيسلم علينا كلنا، ومؤمن علي بيقول منورين قناه النادي الاهلي ودايما في تقدم يا رب. منورين بنوركم طبعا. بصي بقى نور ابو فراج احلى برنامج في الدنيا واحلى فنانه في الدنيا، اهلاوي الفخر ليا. عايز اقول لك احنا ده جزء من الكومنتس بجد يا دانا. ناس كتير قوي مبسوطه ان انت موجوده. انا اللي مبسوطه اكتر. انا عايز اقول لكم ان انا قليل جدا ما بعمل اي انترفيوز، وحقيقي اول ما يعني تكلموني وقالوا لي قلت لهم ده اكيد يعني اتنين حبايبي وابقى معاكم على قناه الاهلي ويوم المباراه. عاوز ايه اكتر من كده؟ بالمناسبه تحبي تقولي ايه لجماهير النادي الاهلي؟ اقول لهم جود لك النهارده في المباراه، ويا رب تقبلوني بقى كجزء من الجماهير عشان انا لسه مستجده. بس طبعا انا بشجع الـ يعني فريق الاهلي وبتمنى له الفوز النهارده ان شاء الله وفي مباراه النهارده وكل مباراه باذن الله يعني. واشوفكم دايما في تقدم ومنها للاحسن والاعلى دايما يا رب. كلام جميل. انت عارفه ان انا اول مره اعرف انك بتعرفي لهجه سعودي. انا عارفه ان انتوا اردني سوري مصري لبناني، بس خليجي دي اول مره. بصي اقول لك مايس بتتكلمها تشرحي لنا بالخليجي كده. والله يا ريت كان على عيني يا حبيبي. اشرحي لنا بالخليجي اهو. لا بس استنى بقول لك يعني انا بعرف اتقن اللهجات لو قدامي سكريبت. اوكي. جميع اللهجات كلها، مغربي جزائري ليبي كله تونسي كله. ده لقطتيه ازاي؟ ما اعرفش، هي من عند ربنا يعني، دي من عند ربنا. زي يعني المجتمعات اللي انت عشتي فيها الفترات. طبعا انا عشان عشت دبي زي عمان زي مصر زي لبنان زي دبي والامارات. اكيد عشت دبي ساعدتني جدا. الحاجات التانية بتقضيها ازاي؟ ما انت يعني هناك في كل الجنسيات. فانت الا ما يعني هتقابل مغربي، والا ما هتقابل تونسي، والا هتقابل مصري اجنبي هندي. حتى الاكسنتس الانجليش في عندك الامريكان غير البريتش غير الاستراليان ساوث افريكان. كل واحد له لكنه معينه يعني في الكلام. فده كله انت بتتعود عليه. انا عايز اقول لك اول ما رحت طبعا البريتش كان بالنسبه لي زي تشاينيز يعني بحاول استوعبه. وبعد كده الاستراليان ليهم مطه كده معينه، ساوث افريكان برضو. فده كله بيساعد انك انت تفرق بينهم. بعد كده بيجي بقى الاجتهاد الشخصي ان انت لما بتقعد مع الناس دي تحاول انك تلقط بقى بقدر الامكان. بس بعيدا عن اللهجات يا دانا، يعني انت عباره عن خليط ميكس من ثقافات مختلفه. يعني فيكي تاتش مصري صريح، تاتش اردني صريح، تاتش فلسطيني صريح، حتى تاتش اماراتي برضو يعني. فالميكس ده هل في ثقافه معينه مأثره فيكي اكتر من الباقي، ولا هو ميكس بالمعنى الحرفي؟ لا هو ميكس بالمعنى الحقيقي. لانه احنا حظنا حلو، احنا مواليد دوله الامارات وعشت فتره طويله جدا في مصر، وعندي اصدقاء طبعا تقريبا من كل بلاد الدنيا.
فده كله اثر. وانا اردنيه فلسطينيه الاصل، فده برضو يعني اللهجه الاردنيه واللهجه المصريه. طبعا ناس كتيره بيقول ازاي بتتكلم مصري كويس يا جماعه؟ ازاي يعني ازاي؟ ده انا لو ما اتكلمتش مصري بعيب قوي. وبعدين في مثل بيقول من 10 الجم 40 يوم صار منهم. شفت اللهجه برضو ايه؟ خلاص يعني فانا منكم بقى مستنيه الباسبور. ها انت منوره الدنيا. هستاذنك نطلع فاصل تاني ونرجع مره تانيه نكمل كلامنا مع ضيفتنا الجميله دانا حمدان. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الفقرة قربت تخلص وما زال لسه في أسئلة بتتبعت. وفي كان سؤال كان مش عارفة أسأله ولا لأ، بس هسأله بقى. كان في حد بعت بصراحة بيسألني شخصيا، أرجوك يا أستاذة نهاوند اسألي الأستاذة دانا هي متجوزة ولا لأ. الله الله أنا الأسئلة دي بحبها. الله الله نو نيفر نيفر ما حصلش. نو اوكي لا نو نيفر ما حصلش. اه لكن ما تقوليش نيفر، اكيد الفكره موجوده يعني. لا عزباء مصري ولا عايزه ايه بقى يعني؟ ان شاء الله حابه. لا ماليش انا في حكايه الجنسيه دي خالص، انا متجوز اي جنسيه. امال ليكي في ايه؟ ايه المواصفات؟ مش بالورقه والقلم بس في اساسيات. يعني في اساسيات تهمني، المعامله، الاحترام، ما عنديش مشكله في شغلي، يكون بيتقي ربنا، دي مهمة جدا. حطوا تحت كلمة بيتقي ربنا دي مليون خط. صح. دي مهمة قوي. يبقى فيه كيمستري طبعا، ده مهم يعني. يبقى فيه توافق بيني وبينه، يعني ما بقاش أنا من الشرق وهو من الغرب، يعني حاجات كده العادية. بس أنا مش صعبة. في الفكر ولا مستوى اجتماعي ولا مستوى؟ لا في الفكر أهم عندي. يعني أكيد المستوى الاجتماعي برضه مش المفروض يبقى فيه جاب كبيرة، لأنه اللي بيقول أوكي ده بيكون بيضحك على نفسه. يعني لازم يبقى فيه معقول، بالمعقول. بس يمكن ناس كتير قوي فاكرة إن الفنانة دي بقى بتدور على الإكستريم. لا أنا مش كده خالص. أنا حياتي أبسط على فكرة من الناس متخيلة. أنا واحدة حياتي عبارة عن مامتي وإخواتي وكلابي. كلابي. أيوة. دي النقطة. تعالي تعالي نقف عند النقطة دي، لأن احنا كمان عارفين إن أنت الفترة الجاية يعني شغالة على موضوع معين ليه علاقة. أيوة. بالحيوانات الأليفة والحيوانات الضالة وحاجات زي كده. أنا عندي مش عايزة أقول هوس، لأنه في ناس عندهم هوس أكتر مني، لكن أنا زي ما بيقولوها بالإنجليزي أنيمال لافر، بحب الحيوانات. ويمكن الموضوع ده مش هكذب كمان وأقول إنه طول عمره عندي. أنا اكتسبت ده من لما جبت أول كلب، ويتطور لما بقى عندي 4 كلاب وشكلهم هيكتروا، فاضطرت من البيت حرفيا على فكره. فبحب الحيوانات قوي، واللي بيعاشرها بيعرف قد ايه بتغير حياتك 360 درجه، وبتجيب قد ايه بوزيتيف انرجي لشخصيتك ولحياتك. يعني انت بتروح البيت بتلاقي هذا الشيء الكائن مستنيك ومبسوط وعمال بيهز في ديله وبيعايز يكلمك، بس بطريقته ليها لغه وحياه ودنيا بجد. يعني بيقلب لك حياتك كومبليتلي. فانا حاليا دلوقتي شغاله عشان طبعا للاسف لما حصل الكوفيد 19 حيوانات كتير قوي اترمت في الشارع، وبقى عندنا كمية حيوانات بندور لها على أدوبتر أو حد يتبناها بشكل مش طبيعي، وكلها بتحصل في جروبات مغلقة. فأنا قررت ربنا يا رب يتمم لي على خير، ده أول مرة بعلن على الموضوع ده، أنا بعمل ده أول ويب سايت وآب في الشرق الأوسط لتبني الحيوانات. فهيبقى في بروفايلز محطوطة أونلاين، بيدخل اللي عايز يعرض حيوان للتبني بيدخل بيعمل بروفايل للحيوان ده بصور والمعلومات بتاعته، واللي عايز يدور على حيوان يتبناه يقدر يدخل يدور برضو على الفصيله او على الحاجه المعينه اللي هو حابب يعني يدور عليها. يعني ميدل بيرسون ما بين الطرفين، مش ان انت هيبقى عندك شيلتر مثلا خاص بيكي او كده؟ لا لا، بس في شيلترز هيتعاونوا معانا، في ناس هتدخل تتعاون معانا. هنحاول او احنا بالاصح اللي هنحاول نساعد الشيلترز، لو حد يحب يعمل دونيشنز ثرو الاب ده اكيد هيبقى موجود. هتبقى كل فتره في اعلانات لشيلترز مختلفه. بس هي الفكره الاساسيه ان احنا نحاول نساعد الحيوانات دي ان يبقى لها بيت، خاصه انه حيوانات البيت غير حيوانات الشارع. صح. يعني دي حاجه يمكن ناس كتير قوي ما تبقاش عارفاها، انه حيوان المتربي في بيت لما بتريمي في الشارع بيتبهدل. يعني معظم الوقت يعني بيموت من غير ما ندخل في تفاصيلها، بتبقى للاسف حالات وحشه قوي قوي يعني بتتبهدل. فاحنا عاملين البلاتفورم ده او الويب سايت، ويب سايت اند اب، عشان اللي حابب يعلن عن حيوان عايز يعرضه للتبني او العكس. ده كلام محترم. ننقل بقى على الرياضة، يلا بينا، لأن ده أساسي جزء يعني أساسي. يا مايس، حد يكلم مايس على الهواء يا جماعة عشان هي
ميس فين؟ احنا عايزينها لو نعرف نتواصل معاها، ولا لسه نايمه؟ لا مش نايمه، بس ميس بتحضر لحاجه، ادعوا لها برده اليومين دول. عايزين نقول لها مبروك على اغنيتها الجديده. مبروك. صح صح، اغنيه خليجي، عشان برده انت عارف ميس بقى طبعا. دي بقى دي ملكه اللهجات. فنزلت اغنيتها الجديده، فبقول لها مبروك يا ميس، ويا رب يوفقك دايما. فهي دلوقتي ونقول لها كمان ان شاء الله لازم تنورنا معايا باذن الله. اكيد. طيب الرياضه ودانا حمدان. بصي انا بحب الرياضه جدا، بس مش هكدب اقول انا بمارسها بالتزام. هتلاقيني فترات ملتزمه تماما وفترات مكسله قوي، فترات ملتزمه قوي وفترات مكسله قوي. يمكن كمان عشان انا تعرضت لمشكله كده بسيطه في ظهري، فدي خلتني بعد ما كنت، والله العظيم يا جماعه انا ما بكذب، دي حقيقه عندي اثباتات، ان انا كنت بروح الجيم كل يوم الساعه 6 الصبح every single day لمده يعني 7 ايام في الاسبوع، 6 الصبح ببقى البنت الوحيده في الجيم، انا وكل الاخوه البودي بيلدرز، وانا كان وزني وقتها 45 كيلو. بابا بيروح من 6 الصبح عشان انت موجوده. انا البنت الحزينه اللي قاعده بتلعب رياضه كل يوم، لغايه ما حصل لي موضوع ظهري ده، فخلاني بقى ايه بروح وبرجع في موضوع الرياضه. بس انا بحب الرياضه جدا، بحب السباحه قوي، احب الجيمناستكس او الجمباز جدا، احب التنس من اكتر الرياضات اللي بحبها. وكان نفسي يمكن من اكتر الحاجات اللي كان نفسي ان انا امارسها هي رياضه التنس والسباحه، بس زي ما انتم شايفين ما حققتش حاجه منها. طب مشيت ورا الفن. الرياضه على السوشيال ميديا اللي انت متالقه عليها بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره، واضح ان انت يعني حاطه تركيزك مع السوشيال ميديا في الفتره دي. صح، حاطه تركيزي لاني عرفت احقق فيها حاجه حلوه مبسوطه بيها، بتديني فرصه ان انا ابقى مني للجمهور على طول، للفولورز في وان يعني لو هنسميهم فولورز، انا مني للفولورز على طول. بكلمهم بيكلموني، باخد ردود الافعال دايركت منهم، فالحاجه الحلوه بعرفها على طول والحاجه الوحشه بعرفها على طول. لا وبعدين انت يعني في تنوع ملحوظ، يعني انت في فيديوهات معينه بتبقى عامله فيها ريفيوهات عن بعمل ريفيوهات للاكل، حاجات مطاعم، حاجات فاشن. انا شفت البرنامج ده كان فتره بعمل بص انا يعني بالرغم ان انا بحاول بقدر الامكان انا احافظ على الوزن، بس انا بحب الاكل جدا جدا. ويمكن حاجه ناس ما تعرفهاش ان انا لما كنت صغيره اي واز اوبيز، يعني انا كنت طفله تخينه جدا وخسيت لما كبرت. فانا بحب الاكل، بس انا بحافظ على وزني من عشان احافظ على صحتي. انا لسه كنت عايزه اسالك ازاي بقى، يعني انت دلوقتي مش بتمارس رياضه بشكل يعني مستمر او دائم، ازاي قادره فعلا تحافظي على جسمك؟ بصراحه الاكل يعني يعني بمشي على رجيم، مش هقدر اقول لك برده بالورقه والقلم لان انا ما بحبش تقيدي يقول لي نفسك. اقيد نفسي. انا بمشي باللي انا بحبه، يعني مثلا بنزل سوبر ماركت بشتري حاجه الدايت اللي انا بحب اكلها عشان ما ازهقش منه، لانه يعني باي ذا اند اوف ذا داي احنا بني ادمين، والاكل دي حاجه كلنا بنستمتع بيها، يعني من الحاجات اللي بنستمتع بيها بالحياه. فلو انا هلتزم بحاجه عشان اقلل من الكالوريز لازم تبقى الحاجه اللي انا بحبها. عشان كده ابتديت بقى انزل فيديوهات وصفات كده يعني شبه عكايه يعني، بس يعني لا والله لطيفه جدا، لطيفه جدا. بحاول شويه ريفيوهات، بحب المطاعم، بروح المطاعم الحلوه بعمل برضو ريفيوز عنها. وطبعا عندنا التيك توك ده اساسي، الكاركترز اللي انا بحبها، والفاشن ده حياتي، يعني ده زي ما بيقولوا بالانجلش كمز ويزاوت سينج، ده جزء لا يتجزأ من شخصيتي. فبحاول ان انا اشكل شويه من كده شويه من ده. والله ده انا دخلت البرنامج ده في وزن معين. ايوه استاذ كريم خلالي دلوقتي في شهرين في وزن تاني. بياكلك ايه كل يوم؟ ده كل يوم بعد البرنامج لازم فطار. بعد البرنامج تحجر معايا في الفتره الاخيره جامد. نطلع طالعين شاورما يا ست الناس، فتقولي لا انا فاصل المره دي، فحجرت معايا كتير في الفتره. واضح انها في صحوه. لا لا لقيت الدنيا باظت خالص. مش ما هو المشكله او الميزه ان هو رفيع ما يبانش عليا. ايوه دي نعمه عند ربنا. فالموضوع عارفه يعني يمكن برضو كلنا الجيم قفل في فتره، فكل الناس تقريبا تخنت، فيعني زحاله كانت عامه. دي حقيقه. دي حقيقه. بتخططي ايه بقى الفتره الجايه؟ حاطه عينك على ايه الفتره الجايه؟ وخصوصا انا اسف للمقاطعه قبل ما تقولي، بس عشان عايز اربطها بحاجه، وخصوصا ان انت بقى عندك خبره معينه مع الوسط الفني بشكل عام، وبقى عندك قناعات معينه، وبقى عندك يقين بامور معينه. فيعني اللي عايز اقوله بالبلدي كده باختصار، ان انت نظرتك دلوقتي للي حاصل في الساحه الفنيه اكيد مختلفه كتير عن نظرتك من 5 أو 10 سنين فاتت. اكيد. بص اقول لك على حاجه، انا دلوقتي في مرحله انا عارفه انا عايزه ايه،
يعني انا عارفه انا عايزه احط نفسي فين، ايه اللي انا ممكن اقدر ان انا اقدمه. انا بسعى بعمل الهوم ورك بتاعي، بسعى لما بسمع عن بروجكت شايفه انه انا ممكن يبقى ليا دور مناسب، ما بتكسفش وما عنديش مانع ان انا ارفع تليفون واقول يا استاذ فلان انا سمعت انه في دور الفلاني، انا حابه اجي اعمل اوديشن من غير اي نوع من المجاملات. انا حابه اعمل اوديشن زي اي حد مبتدئ، لو الدور ده مناسب ليا يبقى انا يعني فت ان انا ابقى فيه. فانا بسعى بعمل الهوم ورك بتاعي ان انا اسعى للي انا عايزاه، للي انا عايزاه، اللي انا راضي عنه، اللي انا حابه فيه. من الناحيه الثانيه اللي بيتعرض عليا، لو في حاجه اتعرضت عليا انا مرتاحه فيها وحابه ان انا اقدمها اكيد مش هتردد ولا هقول لا. بس اهم حاجه انا يهمني قوي يا كريم ان انا اقدم الحاجه اللي انا راضي عنها، اللي انا بعمل حاجه مناسبه ليا تقدم لي للجمهور. ما بقاش انا مجرد بصراحه يعني انا كدانا امنيتي لنفسي ان ما بقاش مجرد شخص تاني في الفن اسيب اثر اعمل حاجه كويسه، حتى لو الموضوع ده هياخد وقت اكتر. انا عندي طولة بال، وما فيش ادوار معينه، يعني ممكن اعمل دور البنت، ممكن اعمل دور الام، ممكن اعمل اي دور يضيف او يخليني اتقدم بشكل مختلف. ما عنديش اي مانع. لا ليه، انا ممثله دي شغلتي. مشكلتك معكوسه يعني انت بتعاني من قله ده، يعني انت بتعاني من قله اللي نهاوند بتتكلم عليه. ما انا يعني محصوره في نمط شخصيات معين. ما هو ده اللي انا بقوله، ان انا بعمل اللي عليا، ان انا اوصل للي قدامي، ان انا عندي قدره ان انا اعمل غير اللي انتوا شايفيني فيه بس. ولو اتعرض عليا حاجه منها يبقى خير وبركه ويبقى انا محظوظه، ما اتعرضش يبقى استنى لغايه ما تيجي الحاجه المناسبه. ان شاء الله يعني تيجي الحاجه المناسبه وحاجات كتير مناسبه ان شاء الله. وعن قريب نورتينا وشرفتينا وبس في اللي جاي ان شاء الله يا دهب. ده انا اللي اتبسطت بوجودي معاكم، وميرسي جدا ليكم، وجود لك النهارده في المباراه. ايوه ان شاء الله يا رب يطلع وش حلو عشان بس الكسبه ما تكسبش يعني ان شاء الله. نورتينا يا دهب. واستني بقى هنفطر مع بعض عشان مش هنفطر لوحدنا النهارده. كلام على شاورما. شاورما مش عشان بس اشوف انا موقعي فين. يفطر شاورما في العالم. بص يا كريم انا بس عشان عيد ميلادي بكره هاكل معاك اي حاجه النهارده. كل سنه وانت طيبه. فانا يعني كسر الدايت وهكسر الدايت النهارده كده بقى. يلا كل سنه وانت طيبه وربنا يسعدك ايامك كلها. وبنشكر اكيد كل حضراتكم على حسن متابعه حلقتنا النهارده.